السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي. مرة تانية من سوق المرج اللي هو سوق التلات. هنشوف حاجات بـ10، ويلا نتفرج على الفيديو. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. يلا بينا نتفرج على الفيديو. يلا عشرة. بصوا يا جماعة، انا شايفة عنده حاجات جامدة اهو. الركن ده بكام؟ الركن ده بـ10. هو صور حاجة بس، لا ما بصورش حاجة. اقعد بقى كده واصور براحتي. عشان هنا ركن المفاجأة. هنا يا جماعة بـ10، يعني فوطة زي دي بـ10. نشوف كده. انا كده كده هاخد حاجه عنده جميله قوي وحلوه اسمه ركني ببلاش. بصوا ده حاجات زرع. نشوف بقى دي بتاعت ايه. مستورده يا جماعه دي بـ10. يعني انت وانت قاعده كده تشتري حاجات من غير ما تحسي وببلاش. بصوا المعلقه دي هوريها لكم. بـ10 جنيه. حلوه قوي. معلقه احلام، كان نفسي في معلقه صغننه كده ومحندقه اقلب بيها الاكل. هاخد منها انا، شكلي انا اللي هشتري. الحاجة بـ10 يعني. أي حاجة بـ10. مفيش، أنا مصورتش. أي حاجة بـ10. بصوا كده. قلبي وشقلبي، إيه ده بقى؟ أنا معرفش. ده إيه؟ ده إيه ده بقى؟ معرفش. ده إيه؟ بس هو أكيد حاجة ليها دور. كم ده درج؟ بيجي بـ10 يا اختي. بـ10 بس؟ اه. ده درج. بكم ده؟ بيتعلق. ايه؟ الدرج ممكن يكون هو ده. ايه ده بتاع ايه؟ ده درج سحري او مثلا قبل كده عشان تحط لي كاتوتش. اه هو صح، انا قلت درج فلوس. بـ10 جنيه. وده ايه بقى؟ دي اكيد بتاعت اكل سلمان. الحاجه دي هي الحاجه ديت مستورده صح؟ الحاجه دي يا جماعه مستورده. دي اشكال اكل، يعني اشكال بتدخل الفرن. كده واحده. حلوه المعاليق دي على فكره. وريني البتاع اللي هو المسكات دي. مسكات الرماد. مسكات ليه؟ المسكات دي الرماد. السيليكون. تعالي كده. بصوا دي مسكات سيليكون. اهو. بـ10. الركن بتاعي ده. حط معاك التليفون مع الفيديو. ما هخلص وهخليك تتكلم في الفيديو. تقول رقم ايه؟ انت عامله لايف فيديو؟ لا مش لايف، عامله ايه؟ طب وبص بقول لك، انا عشان قاعده على جنب عشان الناس ما تعرف تشتري. بصوا يا جماعه الحاجه مشكله بقى. البيضه دي ايه بقى؟ ممكن اشوفها؟ البيضه دي. وتعالى قول لي رقم تليفونك. ده استنى حط عليه معلق غطا الحله. معلق وغطا الحله؟ والله. طب قول لي بقى رقم تليفونك. بس ده بـ10؟ ده بـ10؟ اه. ايوه. كله رزق البنات يا جماعه، كله رزق البنات. بص. اسم واحده كنت منزلها بتاعت دفايات اسمهم لا هما ما شاء الله ربنا يصلح حالهم، كلهم زي الفل. كلهم ناس محترمه والله.
بصوا بتعمل الفوطه الصغيره دي 10 جنيه عسل. انا ببيع بقى، هنتشر في المكان. ايه دي بقى؟ دي قطاعه استنى قطاع اشكال ور تعالى اوريكوا بقى ايه اللي انا جبته كده، يعني قصدي جبت حاجات عشان اوريها لكم. بصوا اه لا ده المعالي، بصوا ده بتاع الرجل، ده بتاع الرجل ب 10 جنيه. ثم ورد ب 10 جنيه، بصوا ب 10 جنيه، ب 10 جنيه. عرفتوا بقى هنا حاجات في ايه تاني؟ هو الكوم اصلا اه نسيت اوريكوا دي. دي قطاع، بصوا الحاجة جديدة لانج، جديدة لانج قطاع ب 10 جنيه. ايه تاني؟ في حاجات كتير قوي. عايز تعدي عدي، الصوت هي حلوة قوي اصلا. قطعة ميكروفايبر ب 10 جنيه، ب 10 جنيه، ب 10 جنيه، ب 10 جنيه. كل هنا حاجة ب 10 جنيه، هنا ب 10 جنيه. أنا ببيع متحمسة ب 10 جنيه. ودي أي حاجة ب 10؟ ب 10 اه، أصلا بره غالية. هنا قصدي أي حاجة على الفرش، أي حاجة هنا يا جماعة ب 10، أي حاجة ب 10، ب 10 جنيه والله. ومش سعرها على فكرة، أنا بعرف الحاجات دي لأن عندي قناة على اليوتيوب اسمها كله رزق البنات، بجيب الحاجات دي. هي كده واحدة ب 10 ولا لا؟ الواحدة الاثنين كده ب 10، الاثنين ب 10. حلوة قوي أصلا. اوعي تكوني خدت بتاعتي، خدت بتاعتي. بلاش الحركات دي، ايه بلاش الحركات دي. لا خدي بقى، هتلاقي عندك كتير اهو 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 اهو. اقلبي 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 وشقلبي، اقلبي اقلبي. كل ما تقلبي تلاقي حاجات حلوه. اعتقد ان انا خدت كل الحاجه، يعني من كل حاجه حلوه الصراحه. هاتي بتاعت العسل دي، دي ب 10 جنيه. عندك واحدة نظيفة؟ دي واحدة نظيفة. أنا كده كده أوريدي عندي في البيت. طب دي بتاعت إيه لو أنت عارفة؟ دي بتاعت المعالق. طب دي معالق؟ طب دي وتاخد اللومية. وأنت حطها كده، بتحطي عليها الغطا الحلة. ها؟ أهو. غطا الحلة والمعلقة. غطا الحلة يجي في حتة زيت فتحة زيت. غطا الحلة أهو. وانت حتى كده بتطبخي، بتحطي المعلقه كده وغطا الحله كده. اه على الحله من فوق. اه لا 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 مش للغطيان. بصوا يا جماعه حاجات، هاتي الزرقه دي، هاتي الزرقه دي نوريهم. اه ب 10 جنيه، ب 10 جنيه، ب 10 جنيه، تحفه. هو ايه ده ماريا؟ ب 10 جنيه. ها؟ حلوه دي. بتاعت الستيكر بتاع ايه؟ بصي ستيكر التوابل مش كلها؟ لا واحدة كل دي ب 10 جنيه؟ لا دول بتوعي الأولاني. هنقفل بقى الفيديو كده عشان الناس اللي قاعدة بقى بتنقي. خفيش أنا مش جايلك. يلا سلام عليكم يا جماعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعوة حلوة لأختكم. سلام عليكم. بصوا يا جماعة، رقم تليفونه قول 010 963 710 29. اسمه ايه بقى؟ اسمك ايه؟ شركة ببلاش. ببلاش؟ اسمها ايه؟ شركة ايه؟ شركة ببلاش. شركة ببلاش. وليهم تليجرام يا جماعة اسمه ببلاش. ماشي؟ وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.